بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. في شهر رمضان، شهر القرآن، أحببت أن أعيش لحظات قلائل مع كتاب الله عز وجل، ومع آية نتدبرها سوياً من القرآن، وأغلبنا يحفظ هذه السورة، سورة النبأ، عما يتساءلون. تكلم الله سبحانه وتعالى عن صنفين من الناس، تكلم عن أهل النار وتكلم عن أهل الجنة. فلما تكلم عن أهل النار قال: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، إلى أن قال: جزاء وفاقا. ولما تكلم عن الجنة قال: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا. ثم ختم تعداد صفات الجنة قال: جزاء من ربك عطاء حسابا. فمع أهل النار قال: جزاء وفاقا، فمن عصى الله استحق العقاب، فالجزاء من جنس العمل موافق. ولما تكلم عن الجنة قال: جزاء من ربك عطاء. فالجنة ليس ما نقدمه من الطاعات والعبادات ثمنا لها، لأن كل ما نقدمه لا يمكن أن يكون ثمنا للجنة، لأننا ما أدينا حق نعمة واحدة من نعم الله علينا. إذن لماذا الجنة؟ قال: جزاء من ربك عطاء. فوصف الجزاء بأنه عطاء، أي أكثر مما يستحقون، أي تفضل منه بدون عوض. إذن لماذا نعمل؟ نقول: العمل سبب لكي ننال رحمة الله ورضاه، وإلا فالجنة هي فضل الله سبحانه وتعالى. ومنازل الناس في الجنة بحسب أعمالهم، فما نناله في درجات الجنة العلى كل بحسب عمله، أما دخول الجنة فهو محض فضل الله. فالجنة محض فضل الله، والنار محض عدل الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، بفضل ورحمة. إذن نحن نعمل لأننا مأمورون بالعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولكن لا نتعلق بأعمالنا ونريد أن نمن على الله، فعملنا لولا فضل الله علينا ما استطعنا أن نعمل أي عمل، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فإذا الفضل أولا وآخرا لله، لأنه من علينا بهذه النعمة العظمى وهذه الكرامة الكبرى، وخصوصا لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يجازيهم بالعمل أضعافا مضاعفة كثيرة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين ومن المرحومين، ومن عتقاء شهر رمضان، ومن عتقائه من النيران. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.